مفيش حاجة بتحرك المصريين وبتديهم أمل قد الكورة. من ساعة ما مجدي عبد الغني جاب جونه التاريخي وحطها تحت شمال في باليرمو والمصريين كلهم بقوا بيحطوها تحت شمال، ده غير المئات اللي سموا ولادهم مجدي. ولما الأسطورة عملها ورقص بكات تونس بكعب رجله، المصريين بقى عندهم اعتقاد انهم ممكن يعملوا أي حاجة. محمود الجوهري لما وصلنا كاس العالم سنة 90 خلانا كلنا ننزل الشارع ونحتفل لأول مرة بالملايين مع بعض وبقت عادة. ولما حسام وابراهيم حلقوا حلقتهم إياها في التسعينات، نص توائم مصر عملوا نفس الحلقة. عياط ابراهيم حسن يوم ماتش انجلترا لما خرجنا من كاس العالم خلى كل مصري يصحى تاني يوم نفسه يبقى أحسن. جون أبو تريكة العظيم في الصفاقس ادانا أمل في بكرة وعرفنا كلنا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل. ومن ساعة ما الحضري طلع رقص فوق العارضة بعد فوزنا بالكاس، والمصري بقى يطلع ويتغلب على أي حاجة. جون طاهر أبو زيد في المغرب سنة 86 جمعنا كلنا وخلى الناس كلها فتحت بيوتها لبعض. الكورة بتقرب الناس وبتحببهم في بعض وبتديهم أمل، وعلشان كده best you can be the king kong banging on your chest you could beat the world you could beat the war you could talk the guy go banging on his door you can throw your hands up you can beat the clock yeah. you can move a mountain you can break rocks you could be a master don't wait for luck dedicate yourself and you go find yourself standing in the hall of fame yeah and the world's gonna know your name You can run the mile You can walk straight through hell with a smile You could be the hero You could get the gold Breaking all the records they thought never could be broke Yeah, do it for your people Do it for your pride Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country Do it for your name Cause there's gonna be a day when you're Standing in the hall of fame Yeah And the world's gonna know your name Be champions standing in the hall of fame yeah.